والبداية بآخر التداعيات بعد إسقاط تركيا لطائرة قتالية روسية على الحدود السورية التركية. فمن العاصمة الأردنية عمان اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل أن إسقاط الطائرة الروسية طعنة في الظهر بحسب تعبيره، مضيفا أن طياري المقاتلة الروسية لم يهددا أحدا. وقال بوتين إن الحادث سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا، مضيفا أن المقاتلة الروسية أسقطت في الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود التركية. وكان الكرملين قد صرح أن إسقاط الطائرة حادث خطير جدا، لكن في الوقت نفسه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه من المبكر الحديث عن تدهور للعلاقات مع تركيا. وكانت تركيا قد أعلنت أن إسقاط طائرة سوخوي 24 روسية بعد خرق المجال الجوي التركي، مؤكدة أنه تم إنذار المقاتلة الروسية 10 مرات خلال 5 دقائق قبل إسقاطها. ومعنا من موسكو الصحفي رائد جبر. رائد، إذن موسكو الآن أمام أحد المسارين بعد هذا الحادث الذي وصفته بالخطير، إما امتصاص الأزمة دبلوماسيا أو التصعيد العسكري، أيهما سوف تختار؟ موسكو يبدو أنها اختارت بالفعل التصعيد، يعني لا أقول التصعيد العسكري، إنما اختارت التصعيد مع تركيا قبل دقائق وفي افتتاح الجلسة. اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تطرق بوتين إلى حادث الطائرة في تركيا، واعتبر أن تركيا تدعم تنظيم داعش، وأن روسيا تلقت ضربة في الظهر لم تكن متوقعة. هذا تصعيد خطير، تصعيد قوي جدا. بوتين أكد أن الطائرة حسب المعطيات المتوافرة لديه أن الطائرة أسقطت من ارتفاع 6000 متر باستخدام صاروخ جو ضربة من مقاتلة تركية، ولكنها كانت الطائرة الروسية أقصد كانت داخل الأراضي السورية على بعد 1 كيلومتر حسب تأكيد بوتين من المنطقة من الحدود التركية. إذن بوتين اختار هذا التصعيد، وأيضا قال أن موسكو لديها معطيات سابقة أن تركيا تشتري النفط من تنظيم داعش، وأنه أن هذا التنظيم يحصل على مليارات الدولارات بسبب هذه التجارة، والآن هناك ضربة في الظهر. يعني هو جمع بين الملفين، ملف تمويل تنظيم داعش وملف مساعدته ميدانيا. هكذا بهذه اللغة يبدو أن بوتين ذهب بالفعل نحو التصعيد. إنما ما هي التداعيات المحتملة؟ هو قال أن الحادث سيكون له تداعيات خطيرة من دون أن يشير يعني إلى طبيعة طبعا هذه التداعيات. قال أنه الخبراء الروس أو المسؤولين الروس يواصلون تحليل الموقف والوصول إلى النتائج. شكرا جزيلا لك الصحفي رائد جبر، كنت معنا من موسكو.